سلام. الغالبية ديال الناس كيستغلوا شهر رمضان الفضيل باش يقوموا بحركات رياضية أو بأنشطة رياضية. هذا غلط كبير إلا كنا كنديروا الرياضة قبل من الفطور. علاش؟ لحقاش الجسم ديالنا كيكون كيفرز مجموعة ديال الطاقات في وسط النهار ديالو، ولاني ما كياخدش هاد الطاقة هادي عن طريق الأكل أو لا عن طريق الشرب، وبالتالي في الآخر ديال اليوم كتكون النسبة ديال الدهنيات والسكريات هابطة بزاف فواغ لو بلافون ديال الجسم ديالنا، وبالتالي إلا عطيتو واحد الطاقة اللي هي كبيرة أو لا خليتو على أنه يقوم بواحد التمارين رياضية اللي هي مهمة بزاف، كيمكن له يدير الجسم ديالي في مجموعة ديال المخاطر ومجموعة ديال الأمراض اللي من بينها مرض القلب، اللي منها كذلك الامراض اللي هي ريسبيراتوار. هذا كيخلي على انني ممكن يوقع ليا ان غيكاردياك الا كنت كنعطي واحد الطاقه اللي هي كبيره بزاف، لان كل الناس تقول لك انا غنستغل هذا رمضان هذا باش يمكن لي نضعف او باش تولي عندي واحد الصحه اللي هو جيده. هادشي علاش الا بغيتوا تقوموا بالرياضه ما تزاولوهاش قبل من الفطور، لحقاش كيكون الجسم ديالكم في واحد الحاله ديال الارق والعيا اللي هو كبير بزاف، ممكن تطيحوا في مجموعه ديال الامراض. ما تنساش صحتك مسؤوليه، حافظ عليها.